الشكاير والحواجز. بعدين الشرطة دخلت عليهم فقدتهم وهم راحوا الجيزة اشتبكوا مع الأهالي اللي هي هنا. أنا بروح هناك عشان أنا عايز حاجة هناك. اللي هي إيه بقى؟ ليش كده زي الأشكال اللي أنا بجيبها، أشوف مثلا أشوف أي حاجة وباجي أعملها هنا. في ناس كتير قالت لي أنت شاطر في اللعبة دي، في ناس كتير قالت لي أنت لسه عيل، أنت عيل صغير. أنا اللي شفته إمبارح الشرطة لما جت تقضي الاعتصام دخلوا من جنينة الرمان، بس أنا دي مش عاملها هنا. دخلوا من دخلوا أول حاجة من عند من بين جنينة الرمان وجنينة الحيوانات، وكان في عاملين أول حاجز بالحديد واقفين عليه. بعدين الشرطة فضلت تقول عليهم قنابل غاز مسيل الدماء كتير، رجعوا ورا دخلوا هنا عند الشكاية، حطوا شكاية رملة رفعوا عليها ودي الخيل. الأول دول كانوا هنا بعمله اي حاجه ممكن اعملها بالكازوز بس ما استمعش بالعلم الواضح.